سلام. خلاص يا رجل، سلام. هي ما كتهضرش غير على شي. شنو وقع ليها؟ واش هادشي وقع ليها في وقت الزلزال ولا كانت هي مريضه؟ كانت قبل كانت عارفه، ولكن كانت كتهضر عادي، ولكن من بعد فاش جا الزلزال الصوت مع الخلعه وداك الشيء، ديك الصدمه مشات لها الهضره، وهزينا خرجنا شحال من داكشي 25 فهمتي باش هزينا. ديجا درنا لها سميتو التحاليل، ودرنا لها لي سكانير وداك الشيء والليريم وداك الشيء كاع درنا، ولكن ما عطات حتى شي نتيجه. الاطباء كل واحد اش تيقول فهمتي. شريفه تتسمعيني؟ تتسمعيني؟ لاباس لاباس عليك؟ كي تتحسي شويه لاباس؟ تقدري تهضري معانا؟ تقولي ليا كي وقع ليك؟ كي تتشوفوا معانا السيده بكثر الصدمه بكثر الصدمه، ما قدراتش باقي تهضر مسكينه، وهي الناس اللي عاونوها باش خرجت من الدار ديالها لانها ما تقدرش تحرك. و لا اله الا الله محمد رسول الله، هادشي غريب. كانت شويه تتمشى هي قبل ولا ما كانش كاع تتحرك؟ شويه قبل، ولكن ما تقدر تحرك بعدا شويه. المهم تتهضر معاك عاد، واخا هي مجبده كتهضر عادي، ولكن من بعد فاش سميتو غادي ما قدراتش صافي حتى الهضره كانت تتهضر، ولكن من مور الزلزال صافي ديك الصدمه مشات لها الهضره، مابقاش تتهضر. والدار ديالها واش راه فيها؟ الدار مكرفصه كلها مشقاده، صعيب باش تبقاي فيها، هادشي اللي كاين. الدار مكرفصه كلها. والناس اللي شكون اللي كان معاها في الدار؟ حنا انا واخد جوج خواتاتي. وقدرتوا تهزوها؟ انا الشرج هو اللي عتقني، انا دخلت للشرج مع عندي البيت طاح فيها النص. كانت جالسه معاك في حداك في البيت؟ لا، كانت شفتهم برا الفوق مع خواتاتي. اها صافي. وديك اللحظه فاش وقع المشكل جيت انا تاني نجري قدام نهزوها، وجريناها حنا في المراه، اضطرينا نهزوها اللوحه ما عندنا كي ندير مع التقل وداك الشيء مع الخلعه، والدريه تصدموا راكي عارفه فاش يقع داك الشيء بحال هذوك الحوايج. تي ولا انت صافي تي بحال تيفقد الوعي، تولي ديك الهيستيريا وتيولي بلادي ما تيعرفش شنو تيدير. حنا ليسونسيال من هذاك الشيء كامل بغينا غنعتقوها باش ما يوقعش، نزيدو مشكل على مشكل، المشكل اللي ديجا هو هي عندها، ويقع مشكل اخر اللي هو هذا اللي كنا ما كناش ننتظرو. هادشي اللي كاين، واخا هادشي قدر الله. خلاص قالت لكم الدار تحت الحمد لله، ما الدار مشققه كلها، ماشي كاين كلشي كاع تحت، ما تشرح تحت الوالده مسكينه. هادشي اللي وقع كانت تهضر كما قلت لك، ولكن من بعد وقع لها هذا سميتو مابقاش تهضر دابا كاع. صافا كانت طالبو المحسنين وداك الشيء، ولا كان شي واحد يتعاون معنا باش حيت هي ارجو. جيتوها للسبيطار؟ لا، درنا محاولة نديوها تنجيبوها، دينا للسبيطارات ودرنا لها تحاليل، توقفوا معنا الناس اللي كنعرفوهم. شنو قالوا لكم الناس؟ ما عندها تحاليل وداك الشيء في الوراق. هذا باش نوريكم ها ديال السكانر الريم وديال التحاليل ديال الدم والعظم، حيت دار لها ديال العظم، قال لك هذاك الشيء ما بانش لينا شنو بالضبط اللي عندها، بس اصلا عندها المشكل هنا. قال لك كان عندها التهاب هنا. شريفة مي هضري معاهم، هضري معايا. تقدري تقولي لي شي حاجة؟ الله يجيب الشفاء.